بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع الجمال. طبعا أحد المتابعين والله بحث عن سؤال ما وجدته، اختفى زين، ولكن يسأل بشكل عام، وهذا السؤال تكرر. وأيضا أحد المتابعين رسل لي مقطع عن تركيب وحدات أو وحدة خارجية لتشغيل عدة وحدات داخلية، وسبق أن تكلمت عن هذا الموضوع زين، أن هذا النظام نظام تشغيل مثلا أو تركيب وحدة واحدة وتوزيعها على عدة وحدات زين داخلية، تكلمت أنه ما يصلح عندنا في الخليج زين، لأن نظام البناء عندنا يختلف عن النظام الغربي زين، أو في آسيا الغرف عندنا كبيرة، الحرارة عندنا مرتفعة، وبالتالي هذا النظام نظام الوحدات هذه تكون صغيرة، طبعا ممكن تكون 1 طن، كل وحدة تكون 1 طن زين 1 طن، وهذه ممكن تكون 2 طن أوكي. وبالتالي هذا النظام نظام مثلا توزيع أو تشغيل وحدات مختلفة داخلية على وحدة واحدة أمانة ما راح يصلح معانا. ولكن الأخ سأل بطريقة ثانية، في واحد من المتابعين قال عندي وحدة داخلية زين، طبعا هذا النظام يجي من الشركة أو من المصنع جاي جاهز، يعني تقدر بس فقط توصل. فهو الأخ يقول عندي وحدة داخل خارجية أريد أشبكها على وحدتين داخليتين زين، يعني أصلا الوحدات لا تعمل بهذا النظام، ولكن هو يبغي يوصلها بهالطريقة. فأنا شو قلت له؟ قلت له ممكن، وتناقشنا في هذا الموضوع، والله لو حصلته راح أرفقها. تناقشنا في هذا الموضوع قلت له ممكن، لكن وين الإشكالية؟ الإشكالية أنه راح يكون عندك 2 ماسورة على كل وحدة زين، يعني انت اصلا وحدتك الرئيسية جاية بخط واحد اوكي، هذا خارج وهذا داخل او راجع زين. فانت عندك الوحدة الرئيسية الخارجية وعندك وحدتين راح تربطهم عليها زين، على هذه يعني تحتاج الى مثلا مخرجين ومدخلين او مرجعين زين، ايضا يعني لازم تعدل في الوحده الخارجيه، ايضا لازم يكون عندك صمام تحط صمامات كهربائيه او الكترونيه زين. صمامات هذه في حاله مثلا بروده المنطقه او الغرفه في هذه الوحده لازم هذه الصمامات تتوقف أو تقطع وصول الغاز وخروج الغاز من الوحدة هذه، لأن الوحدة راح تتوقف في حالة مثلا عندك وصلت البرودة، راح المفروض تفصل الوحدة، وبالتالي إذا فصلت الوحدة المفروض الغاز ما يمر، لازم الغاز ما يمر، يعني لازم تقطع خروج ودخول الغاز للوحدة، يعني تحتاج إلى صمامين 4 صمامات اوكي في كل جهاز. ايضا تحتاج الى تحكم زين، متحكم في هذه الصمامات، وايضا متحكم زين من الوحدة الداخلية للخارجية بحيث انه يقطع هذه الصمامات، وايضا يفصل الكمبرسر. يعني انت الحين مثلا عندك الوحدتين هذولا بردوا زين، خلاص المفروض الكمبرسر هذا يفصل، وبالتالي يجب عليك أن تتحكم من هذول الاثنين عن طريق الكنترول، يعني الكنترول هذا لازم يقطع الكهرباء عن الضاغط في حالة مثلا وصول أي وحدة للبرودة، يعني إما أن الضاغط يشتغل مع الوحدة ألف أو يشتغل مع الوحدة باء في حالة انطفاء الوحدة ألف، وأيضا يشتغل
مع الوحدتين ألف وباء، وأيضا يطفي مع الوحدتين ألف وباء. يعني الموضوع مو بسالفة ربط، يعني الموضوع لازم أن يكون عندك كنترول إنزين يتحكم في عمل الضاغط في حالة مثلا طلب هذه الوحدة للعمل أو هذه الوحدة للعمل، وأيضا طلب هذه الوحدة للتوقف الضاغط عن العمل. ومنها يجب على الضاغط أن يتوقف أو يعمل في حالة إما ألف ولا باء ولا باء ولا ألف، أو الاثنين معا أو الاثنين خارج الخدمة. أيضا محابس زين، وبعدين تعبئة الغاز راح تكون شوي صعبة صراحة. تعبئة الغاز مثلا هذه إذا كانت تأخذ 2 كيلو مثلا، إذا كانت تأخذ 2 كيلو من الغاز في حالة وجود وحدتين، أمانة ما أدري ممكن راح توصل إلى 3 كيلو من الغاز. استهلاك الكهرباء ممكن راح يختلف معاك. الأفضل أن تكون الوحدات هذه وحدات المراوح فيها دي سي وليس اي سي، يعني الاي سي مراوح الاي سي راح تكون ممنوعة، لأن مراوح الاي سي راح تستهلك كهرباء ممكن راح تستاخذ في حدود 1 أمبير، خلنا نقول 1 أمبير مقارنة أمب، هذا أمب مش أم، أمبير مقارنة مع الوحدات الدي سي. المراوح الداخلية راح تاخذ تقريبا أقل من 0.5 أمبير بحد أقصى يعني، وبالتالي راح توفر عليك 1 أمبير في الوحدتين هذول الاثنين. أيضا مثل ما قلت استهلاك الكهرباء، التعبئة راح تكون عن طريق الضغط، مثلا ضغط الغاز لازم تكون الوحدتين هذه شغالات أثناء مثلا الوصول إلى ضغط معين. ما أعرف صراحة، ممكن أيضا تطفي وحدة وبعدين تشغل وحدة وتشوف كيف راح يختلف معاك الضغط أو راح يزيد. يعني الموضوع أمانة معقد، ولكن ممكن، يعني لازم تتم دراستها من قبل ناس متخصصين في هذا المجال، ناس يعرفون كيفية توصيل الصمامات هذه. الصمامات هذه لازم تكون مخصصة لغاز الفريون، لأن غاز الفريون يكون سائل ويكون أيضا غاز يكون بارد ويكون حار. يعني بهذه الطريقة هذه الصمامات لازم تتحمل هذا غاز الفريون، ضغط غاز الفريون، حرارة غاز الفريون مثلا تتحمله، وأيضا طريقة التوصيل والتشغيل، دراسة الموضوع يعني بشكل عام، وشو القطع مثلا الكهربائية الإلكترونية اللي تحتاجها. ممكن تحتاج إلى شخص يبرمج لك صراحة، يبرمج لك كارت معين ممكن تستخدمه، ولكن هذا غير مضمون. ممكن فقط تكتفي بالكونتاكترز زين، الكونتاكترز ممكن تكتفي بالكونتاكترز أو الريليز في هذه الحالة، وبالتالي راح تتحكم في هذه الوحدتين. أنا أقول ممكن، ولكن من غير الجيد وراح يكون صعب، وممكن في حالة تلف. يعني الحين أيضا نتكلم في حالة تلف الوحدة الخارجية هذه راح تتسبب في تلف وحدتين عندك، أو عدم إمكانية تشغيل الوحدتين أو الاستفادة منها. وبالتالي إذا كانت عندك غرفتين تعمل بهذا النظام اللي أنت عدلته، ممكن الغرفتين هذه راح تكون out of service، وبالتالي يعني خارج الخدمة، وبالتالي أنت راح تتأثر. يعني بدل ما تكون مثلا عندك وحدة في غرفة واحدة، لا راح تكون عندك وحدة في غرفتين، ومنها راح تخسر هذه الوحدتين. أعيد وأكرر ممكن، ولكن الموضوع يبغى له دراسة، الموضوع يجب أن تعرف أن فيه آثار جانبية، في أشياء غير جيدة أو سلبيات مثل ما يقولون، وفي أيضا إيجابيات، لكن أنا أعتقد أنه السلبيات ماله أكثر من الإيجابيات، وممكن تكون طريقة التركيب أو التوصيل صعبة، وأثناء الصيانة ممكن أيضا راح تكون صعبة لأي شخص. خذ لك النظام الجاهز أمانة، في أنظمة الدكت زين، أنظمة الدكت، في أنظمة دكت أو في أنظمة شركات تبيع لك مثلا وحدات نفس هذه، تكون أكبر شوي من الطن، من الوحدات الداخلية 1 طن. خذ لك هذه الشركات وحاول أنك تركبها، وإن شاء الله راح تستفيد. أو أن تكون عندك مساحات الغرف صغيرة صراحة، الارتفاعات صغيرة، المساحات صغيرة، ما في عندك درايش كثيرة أو فتحات، وبالتالي ممكن تستخدم
هذا النظام، نظام يعني نظام التشغيل او التحكم في عده وحدات من وحده واحده، نظام ما ادري شو يسمونه، البنت هاوس، البنت هاوس ولا شو يسمونه، الغرف هذه المزدوجه، الغرف الصغيره اللي تكون فيها مطبخ وحمام وغرفه وما ادري شو، هذه ممكن يعني او ممكن صراحه تستفيد او تستخدم فيها هذه الانظمه. ولكن البيوت الشعبيه او البيوت الكبيره، بيوت الحكومه مثلا، بيوت الشخصيه، الفلل، هذا النظام المعدل انا اسميه ما راح يفيدك. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الاعجاب وايضا مشاركته مع احبائك. اشوفكم على خير ان شاء الله.